أخبار اليوم. اليوم قاعد نتعاون ورحب مع appreciation for you gentlemen in this closing ceremony. I'd like to thank you for attending this championship in the land of peace and cradle of civilization here in Hurghada. And on behalf of my colleagues in Afbalio, I would like to say that we will encourage the next championships in the following years and we will give all our efforts to make it successful. And I would like to thank the world, the Egyptian, the Arab Federation of Billiard Sports. Hayya Nais, أشكر كل اللي ساهموا في هذا الحدث المستمر منذ عدة سنوات. بخص الشكر السيد المحافظ اللواء أركان حرب أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر. أشكر السيد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة. أشكر طبعاً الدكتور أشرف صبحي مساعد الوزير اللي على طول حاضر كل البطولات اللي بتنظمها كرتان اللي بتنظمها أخبار اليوم. بشكر أسرة الاتحاد المصري، الاتحاد العربي والاتحاد الدولي إن شاء الله، ونتمنى إن رئاسة الاتحاد الدولي في الدورة القادمة تكون لمصر. بشكر زملائي في دار أخبار اليوم وبخص منهم أستاذنا الكبير الكابتن حاتم زكريا. الحقيقه الكابتن حاتم هو نموذج للصحفي المحترم والناقد الموضوعي والانسان الراقي، احنا اتعلمنا منه، نتمنى له كل التوفيق. والحقيقه هو جهوده مش بس في دوره البليارد شكرا النهارده ولا في دورات اخرى زي الهوكي وغيرها نظامها وزي البطولات السابقه، احنا الحقيقه عندنا مشروع كبير بنفكر فيه وكنت بتكلم فيه مع السيد مساعد وزير الشباب، ان احنا بنتبنى بطوله كبرى مش هنقول تفاصيلها لحد ما نحسب الاعداد المفروض ليها، واعتقد انها هتكون حدث كبير على المستوى العالمي في لعبه شعبيه كبرى. انا بشكر حضراتكم مره اخرى واكد ان اخبار اليوم هي مؤسسه مملوكه للشعب المصري. اخبار اليوم داعمه مع كل الجهود اللي بتدعم الرياضه المصريه بالذات اللاعبات الشهيده زي ما سماها الراحل الكبير عادل شريف. بشكر مره اخرى زملائي واتمنى لكم كل سنه وانتم بخير.